شو يا منى عجبك ولا لا؟ هدول الاقلام كثير مناح. كمان يو كان ايريز. اوكي. تحكي بعرفها. يا. هاي، اشتقت لكم كثير يا احلى متابعين في العالم. فيديو اليوم تجهيزات المدرسة. ما ضل وقت على المدرسة ولازم بسرعة اليوم نروح نعمل شوبينج ونجيب أغراض المدرسة ونجيب شونات شوز زي المدرسة، كل شيء بنحتاجه للمدرسة. ومنى شو رح تعمل؟ منى رح تعمل ليست ورح تكتب كل الأشياء اللي رح نحتاجها للمدرسة. بدي أذكركم قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوا تعملوا وعلامة الجرس. رجعنا لكم واليوم رح نبدأ نعمل الليست. طبعا منى قاعدة بتكتب شو ناقصها للمدرسة. شو كتبتي يا منى أول شيء؟ اوكي، طبعا هي احنا عندنا بمدرستهم في الامارات بطلوا يحملوا كتير كتب، كل المنهج بيكون موجود بالتابلت، فما بيضطروا انه يحملوا شنطه كتير كبيره، فرح نجيب باك باك او شنطه الظهر بحطوا فيها النوت بوكس الاشياء الخفيفه، ومثل ما قلت لكم اغلب الاشياء موجوده بالتابلت او الايباد اللي بالمدرسه. منى بدك اشتري لك ايباد جديد ولا منيح؟ اتس اوكي اتس جود، لا اشتري لك كمان واحد. التليفون جديد عشان شوفوا تليفون منى، خلص لازم اجيب لها تليفون جديد لمنى. اوكي، فخلينا نشوف شو كتبت منى. اشوف طبعا علي نفس الاغراض. باك باك، شو هاي؟ سيزرز. يعني مقاص، لشو المقاص؟ بنيدك. شو يا منى؟ حطي الاشياء. طبعا منى قاعده بتفكر بالارت. في شيء انتم ما بتعرفوه عن منى، منى كتير بتحب الارت، بتحب ترسم، بتحب تلون كتير كتير. منى شو اكتر حصة بتحبيها في المدرسة؟ آرت. شفتوا؟ لا يعني جمناستيك. اوكي، بتحب الرياضة، بتحب الارت. لا، بي. اخر شيء الماث والعربي والانجليش والساينس. لا، اخر شيء العربي. ما بتحب العربي؟ لا. كيف يا منى؟ هاي لغتنا العربية لازم نحبها. اوكي، المهم فاحنا هلا رح نعمل الليست قبل ما نطلع على المول، عشان لما نروح ونجيب الاغراض يكون كل شيء عارفينه احنا شو بدنا نجيبه. طبعا رح نروح اكثر من مكان، رح نروح محل فيه يعني ملابس لنشتري شوز المدرسه. طبعا مثل ما بتعرفي شوز المدرسه لازم يكون اسود، سوكس ابيض او الجرابات المدرسه رح نجيبهم ابيض او اسود. بعد ما نخلص شوبينج الملابس المدرسة، طبعا ملابس المدرسة، لا يا منى هلا خلينا نخلص الليست. ملابس المدرسة بنجيبها من المدرسة، زي المدرسة بنجيبه من المدرسة، بس رح نجيب الأشياء الثانية مثل شنطة الظهر والشوز المدرسة واللانش بوكس. وشو كمان رح نروح على مكتبة ونجيب كل الأشياء، مثلا أقلام الرصاص وكل شيء يعني بتعرفوا انتم شو هي مستلزمات المدرسه. فيلا بعد ما نخلص نكتب الليست رح نرجع لكم. ورق طابعه، يعني كل هاي الاشياء رح نجيبها، رح نرجع لكم ونطلع على المول. كيف هيك كتبنا كل الليست وهلا رح نطلع على المول. احنا هلا بالطريق ومنى حطت كل اللي كتبناهم على الورقه بالنوتس عندها على التليفون، وهلا رح نروح نجيب الاغراض. وصلنا على المول وهلا رح نجيب اغراض المدرسة. واول بدنا نقعد بكافيه ولا نجيب الاغراض يا منى؟ نجيب الاغراض. اوكي خلص، فهلا رح نبلش نجيب الاغراض باك تو سكول. اوه في كتير اشياء حلوة هون. شوفي يا منى ما احلاهم اللانش بوب. بيجي معهم مي ولانش بوكس. هلا بنروح على الطابق الثاني. شوفي خلينا نختار شو بدنا نجيب. في هناك اقلام واشياء كثير حلوه، فاحنا اخترنا هالمكان عشان فيه كل شيء. منى هاي سيزرز، قلتي بدك سيزرز للارت. خلينا نشوف كمان. واو منى هاي بيجي فيها كل شيء. شوفي سيزرز وجلو والوان. شو رايك نجيب عربايه؟ هلا بنجيب كمان هاي، بتيجي كلها.
مع برايا ومع حايا. هاي الأقلام كتير منيح. هاي أحسن. خلص منجيب هاي كمان. يلا ما في عرباية. هاي تو باكس. أوكي واحدة إلك واحدة لعلي. بيرفكت. لا. تنين لإلك ليه؟ لا. هي مناشونة الظهر كتير كتير حلوين. وهي معها مقلمة ليه حلوة كتير. طب خلينا نروح نشوف الجهة التانية. تعالي. حبيبي يلا حطها. شو رح نجيب كمان؟ يلا. اوكي ما لقينا كتير اشياء هون. بس انا كتير عجبوني هدول اللونش بوكسز. شكله رح اخذ واحدة لمنى وواحدة لعلي. حلوين كتير. اشوف. اوكي هاي رح نحطها. قلم. يلا شو كمان؟ بنسل. اوكي بنسلز. تعالي قلم رصاص. لا اي ثينك هذاك البراند احسن يا منى. هذا شوفي هذا احسن نوع ولا لا؟ اوكي هاي بيجي معه تنتين مع محايا وبراي. هلا طبعا رح نروح اكثر من مكان لنجهز للمدرسه. في كثير في كثير اشياء محتاجينها. اوكي هاي زي الكوركتر صح؟ اوكي نمحي القلم الحبر. ما لقينا شنطه الظهر من هون فرح نرجع نروح على مكان منى. هون شوفي باك هون ولا ما عجبوكي؟ شوفي ما احلاهم. ما عجبوكي؟ اوريدي في برايه ولا لا؟ هاي منيح نوعها اي ثينك البرايه هاي. هاي هدول زي هيك. هدول. هاي منيحة بتذكرها. هاي كتير منيحة. شو؟ ليد بنسل. شو؟ يلا جيبي واحد. شو هاي؟ علي صوتك. اوكي لشو؟ بنسل. عشان تحطي قلم رصاص. طب يلا حطي. اوكي اجيب هاي تولا علي. اوكي تنتين لك وتنتين لعلي بضلوا لكم لاخر السنه بس بتحافظوا عليهم. اوكي شو كمان؟ هاي علي كمان حط اغراض له. يلا شو كمان يا منى؟ يلا وين الليست اللي كتبتيه؟ هون. بدكم مطرات ولا ازايز المي بتكفي؟ شو رايكم؟ اوريدي عندي على البيت. اوكي تعالي هون تيب. هون التيب يا منى. بدك تيب؟ ماما كمان بدي جلو ستيك عشان المسألة. شو هاي؟ جلو ستيك. اوكي يلا من وين نجيبهم؟ منى هدول كان عنا مثلهم واحنا صغار، كنا نحط فيهم الملاحظات، بدك؟ سوري وقعت. في بيجي منها الوان واشياء، شوفي هدول، ايوه انا هدول اللي كانوا عندي اياهم، فكنت احطهم بالورقة الكتاب، بس انتوا صح ما عندكم كتب. عندنا. عندكم؟ عندنا. اوكي. رح نحط هاي كمان. تيب اجيب. شو بدك اياها يا منى؟ عشان sometimes we need tape. طب يلا حطيها. ستيبلر. بدنا ستيبلر صح؟ عنا خربت. ليه شو بدك بالبر بال عشان بس تبعتي لنا ورق يو كان ستيبل او عادي. يا من غير. يلا شو كمان؟ اقلام وضايل نجيب شنطة الظهر لأنه ما لقينا. شو كمان؟ دفاتر. لا اوريدي بالمدرسة بيعطوهم دفاتر. اتس اوكي. بس اذا بدكم هم بالمدرسه بعتوهم كل الكتب ما في داعي نجيب. احنا عندنا دفاتر. بدك مسطره؟ انا شفت زي هاي اللي بتيجي معها مسطره كمان ولا لا؟ شو كمان؟ نروح فوق. اوكي خلينا نروح في كالكوليتر. بدكم لا لسه انتم ما بتستعملوا كالكوليتر لسه صغار. بلوستيك. اوكي واحد لك واحد. لا تو فور مي عشان على الارب كلاس. عشان الارب كلاس وي نيد ات عشان نلزق. طب يلا حطي. بدي هذه عشان عندها كل شيء. طب يلا جيبي هاي احسن شيء. هاي اوكي. هاي فيها كل شيء. كل فيها البرايه وفيها المحايا وقلم الرصاص. واو بيرفكت. هاي لقيت. يلا بس كتير حلوة هاي. أشوف شو في جواها. فيها كل شيء. يلا
فهيك احنا لهلا عم نجيب الاغراض بالمدرسه ويلا تعي نطلع فوق يا منى. شو هاي؟ ما عندك بنسل كيس انت؟ شوفي هاي ما احلاها. واو كتير حلوه البنسل كيس، بس حاسه ممنوع كتير جليتر ولا شو؟ يلا هلا رح نطلع فوق ونجيب الباقي. اوه هذا كتير حلو، بس احنا عندنا مثله لللانش بوكس. اوكي اجينا على الطابق الثاني، بس فيه اكثر شيء العاب وكتب واشياء. طبعا كلهم قاعدين بيجهزوا للمدرسه. اوه في كتير كتب حلوه للاولاد يقراوها بهاي المكتبه. شو يا منى وينك؟ طبعا ما لقينا اشياءنا هون. شوفوا هون اللانش بوكس. واو منى اي وحده بدك، احنا اوريدي عندنا كتير لانش بوكس، بس نشوف اذا في شيء احلى عشان نعمل لكم لانش بوكس فيديوز. وات؟ اوه كمان بيجي معها مقلمه. شو رايك يا منى؟ انا بقول نجيبها. او هاي الجراي كتير حلوه بتلبق على اليونيفورم تبعكم. يونيفورم. شو؟ اي وحده بدك؟ هاي لونها حلو بتلبق على المناكير. شو يا منى؟ It's all 79 درهم؟ No, no, actually the 79 is this one. Yeah, okay. And this one, how much? The gray? 129. Because if you will see, this is different. It's very thin. Oh, this is more. Yeah. هاي هاي أخف، هاي أحسن. شو يا منى؟ أشوف أشوف علي؟ أوه. اشوفها. اوكي علي حب هاي ومنى اخذت الباك باك. هاي بتجنن. It's very nice منى. It's okay we will take that one because in their school they don't hold books. واو منى اوكي خلصنا من الباك باك. كيف هلا جبنا يعني نقينا شنطة الظهر لمنى وعلي، وهلا رح نجيب سوكس المدرسة مثل ما انتم شايفين. لازم يكون يا منى ما فيه الوان، ممنوع الالوان. عادي؟ We want socks for school. Yeah. Yeah. هلا رح نجيب سوكس المدرسة ورح نجيب شوز المدرسة كمان. اوه هاي سوكسات المدرسة. You for boys also? Yes. Oh, isn't the same. Do you have a black color? Yes, we have. What is the black? Okay, عشان منى وعلي ما بحبوا الأبيض، صراحة الأبيض كتير بتوسخ. منى مصرة تاخذ هذا، فخلص رح آخذ لها إياه. قد ال أوكي منيح نفس العمر. دائما السوكسات جيبوها أكبر من ال اللي لازم. Black is better. Reebok. Reebok كتير منيح. Okay, so I will take for boys 12 to 13. Blue. Oh, perfect. اوه علي خلينا ناخذ لك. كان وي هاف بيجر احسن. 37 هيز سايز. ماما ناخذ يا علي اكبر من هالعمر، لانه كثير محساهم صغار. سوكس المدرسه خذوه اكبر لانه لما نغسله راح يصغر. اشو بس عادي يا منى الوان. طيب ما هيشوفوا اوكي. يا ذيس از 37 سايز. اوكي بيرفكت. اوكي هاي لعلي رح ناخذهم. او اتس 11 تو 12. اوبس وقعت اتس سوري. خلينا فهلا جبنا السوكس. لا يا منى الابيض بتوسخ وبتغير لونه وبدنا نقعد ننظفه. انا بقول جيب الاسود والله. ما بتحب الاسود؟ انا بحس الاسود احلى يا منى. شوفوا كثير حلو هذا الشوز. هلا بتقيسيه ونشوفه اذا مريح او لا. وبنجيب كمان شوز لعلي. شو؟ الاسود. شفتي برافو منى دائما بتاخذ رايي باي شيء بحكي لها اياه. في الشوز يا منى كثير حلو. ما حبيته يا علي؟ اتس نايت. كيف يا منى مو مريح؟
حاسة كبير عليكي اصلا. خلص 35. You need 35. طب تجربي هون، تجربي من هون، في موديلات تانية. ما بتحبوا سكتشير ليه؟ منى ما عجبها الشوز هداك. 35 ولا 36 بدك؟ 35 and half maybe. جربي هذا يا منى. can we check the other one؟ اشوف يا منى شوز. اوكي احنا لهلا قاعدين بندور لمنى شوز. احنا جبناه اسود لانه الاسود ما بتوسخ وما بتغير لونه. لو جبنا ابيض بتعرفوا بالمدرسه مع الرمل والاتربه راح يتغير لونه. هو الابيض احلى بس عشان ما يتوسخ بدنا نجيب الاسود. فهلا بنجرب الشوز. شو يا منى؟ فهلا احنا اللي جبناه من هالمحل رح نروح ندفع. طبعا لسه ضايل كتير اشياء ما جبناها، بدنا نروح اكتر من محل. هاي جبنا اغراض الشنط وهي شنطه علي، حطينا كل شيء اشتريناه هون مره واحده. الاولاد من هلا متحمسين اكيد. طبعا لسه ما جبنا شوز لعلي للمدرسه ولسه ما جبنا كتير اشياء، فخليكم معنا. اجينا نرتاح قبل ما نكمل. جينا على ستاربكس. شو يا منى بدك؟ طبعا علي ومنى من هلا لابسين الشنط. كوكي. اوكي شو يا علي؟ اوكي فهلا رح اطلب لهم وبنرجع لكم. فهلا اجينا نرتاح بعدين نكمل الشوبينج. شو بتشربي يا منى؟ صحتين. هلا رايحين على المحل الثاني بعد ما ارتحنا وقعدنا، وبدنا نجيب اغراض الباقيه للمدرسه. كل مكان فيه شوزات للمدرسه. علي بده من هون. كيف باينين مريحين يا علي. واخيرا علي عجبه شوز، روعه. وهيك شوز المقف. برافو علي. هلا اخر شيء بدي اجيت عند جهه اللانش بوكس والاشياء اللي رح نحتاجها للمدرسه. تقريبا احنا خلصنا يعني اغلب الاشياء. نشوف هون. لا بدنا لانش بوكس. وين اللانش بوكس؟ شكله اللانش بوكس كله خلص. في لون تاني. يا اي نو ذس. شو يا منى؟ Can I see this lunch box? Oh, no. That one is better. It has a 3. منى هلا بنجيب لك من هذا. في منه ابيض. اوكي. صح. اوكي بس بدي هذه. هذه انا. اوكي. من هلا هذول. اها. حجيب. اوكي اي ثينك اتس جود. منيح يا منى. او هذا علي جاب هذا، فاذا بدك انت جيبي الاسرع عشان ما تتخربطوا وتتخانقوا. اوكي اوكي. طبعا دفاتر احنا ما بنجيب لانه اوريدي بالمدرسه بيعطوهم نوت بوكس، بيعطوهم كل شيء. محايا، برايا، مسطره. محايا عندي. اها لا ما جبت. ماما جبت هاي من ستيبلر. اوكي ذاتس نايس. وبيجي هذول. شو؟ اي ثينك شفتهم هون. تعالي. وين الاريزرز؟ وين؟ اشوفهم؟ اذا بتكتب فيهم ملاحظاتك بالكتاب. للانجلش بوك. اوكي. يو كان يوز ات. هنا الاريزر. طبعا احنا هيك خلصنا كل شيء، ضايل بس نرجع على البيت. جبته؟ لا يا منى نونيد. شو بدنا فيه؟ مش للمدرسة. ضايل بس نرجع على البيت ونوريكم شو اشترينا. ونجهز كمان لسه بنجهز للملابس المدرسة زي المدرسة. لازم لا يا منى ما بنحتاجه للمدرسة. لا. لا
لا يا ولاد شو ضايل ما جبنا؟ جبنا شنطة المدرسة، جبنا شوز المدرسة، جبنا البراية والمحاية والمسطرة والسوكس المدرسة كلهم طبعا احنا حطيناهم جوا هون. خليني افرجيكم عشان ما جبنا الكيس، حطينا كل شيء جوا شنطة منى وشنطة علي. هي مش راضية تفتح، شوفوا في كل شيء جوا من الاغراض اللي جبناها. ومقلمة نحط فيها الكتب الاقلام. شو ضايل يا منى؟ ذكريني. ضايل بس زي المدرسة ومنكون خلصنا كل أغراض المدرسة. ضايل بس نشوف المدرسة إمتى رح يفتحوها عشان نروح نجيب الزي. ومنى رح تجيب سانتايزر علشان أنظف لافندر. وأقدر أحطه علي بده يجيب من باث أند بادي وركس. يلا خلينا ندفع ونروح. كيف هلأ إحنا قاعدين بنشتري الأغراض. هلأ لما نروح على البيت بدنا نفرجيكم كل شي اشتريناه. ايه فهيك جبنا كل الاغراض. يلا واو فرجيني يا علي. يلا اوكي احنا لما نشتري بيعطونا هديه، فمنى طلعت لها هاي، علي طلع له، واو كثير حلو يا علي. يو ار سو لاكي. يلا سوري منى اتس كيوت، يو لاف كات، يو لاف كات منى. او شوفوا علي اعطى منى هاي وعم تعبط حياتي. ياي اشوف شوفوا منى لانه كثير كانت حباها هي اخذتها. فيلا هلا جبنا كل الاغراض، رح نروح على البيت ونفتحهم كلهم ونوريكم اياهم. بضل بس اواعي المدرسه. بعد ما اجينا نتغدى لانه كثير جوعنا. ومنى شو بدك يا منى؟ منى ليه حطي الاغراض تحت؟ ارفعيهم ارفعيهم يلا حطيهم بالكرسي احسن. فجبنا اغراض المدرسه وهلا بدنا ناكل. شو رح نطلب يا منى؟ فاحنا هلا قاعدين نستنى الاكل وقاعدين قاعد علي عم بيشوف شو الاشياء اللي جابها للمدرسه. هذه زي واو ليش شو هاي يا منى؟ هاي عشان احط اريزر. فاحنا هلا قاعدين بنستنى الاكل. واو شو عملتي يا منى؟ واو هدول هايلايتس. وعلي شو عملت؟ طبعا احنا هلا بدنا ناكل، ارفعوا كل شيء يلا. شو كمان يا منى؟ كمان البلو. واو That's really nice. إيش الأكل؟ فهلأ رح ناكل. يامي. اوكي وهيك منى خلصت عملت الصندوق العودة للمدارس. طبعا لسه في أشياء كتير، احنا خلصنا أكل وكمان شوي رح نروح على البيت ونفرجيكم كل شي اشترينا. نفرجيكم الاغراض اللي جابها علي. هاي اللانش بوكس وشوز المدرسة وسوكس المدرسة، وهاي المقلمة مع الشنطة كتير كتير حلوين مع بعض، واللانش بوكس، وهدول طبعا الهايلايتر والورق. كل هاي الاغراض علي اللي جابها لإله. هاي البراية شوفوا ما احلاها، كتير سهل تبراية فيها، علي عجبته وجبنا له اياها. وهاي فيها كتير اشياء مثل مثل مسطرة واقلام. فهاي اغراض علي واللانش بوكس والشنطة الظهر مثل ما قلت لكم بمدرستهم ما بيحملوا كتير شنط، واللانش بوكس وهي اغراض علي. اوكي هلا منى لسه بتجهز اغراضها. كيف هاي اغراض منى اللانش بوكس تبعها اختارته، هلا بوريهم. هاي كل شيء، هاي الاشياء لسه منى ما خلصت قاعده بترتبها. فاللانش بوكس هي جابته وبكل المدرسه شوفوا ما احلاه. منى ممنوع تلبسي الوان بالمدرسه عادي؟ اوكي فهي بكل المدرسه، هاي السوكس وهي الشنطه تبعت منى، شوز المدرسه شوفوا ما احلى. هاي اللي منى عبتها هي هلا شالتهم، رح ترجع تحطهم كمان مره. واغراض الارت لانه منى كثير بتحب الارت واقلام المدرسه والارت. علي ما عنده ارت جريد 8. عن جد؟ شوفوا هاي هاي منى رح تصيروا تاخذوا هيك بالماس. للجيومتري كثير حلو شوفوا. فهيك هلا منى لسه قاعده بتجهز لكم عشان تفرجيكم كل شيء جابته. هاي لشو يا منى جبتيها قلتي؟ للانجلش كوبي لازم نحطه عشان في شكل. واو وهون كمان وهي الوان لانه كثير منى كثير بتحب الالوان. فهيك قاعدين احنا. شو ضايل يا منى اشياء ما جبناها للمدرسه؟ سيزرز. اوكي ضايل نجيب زي المدرسه، رح نروح على المدرسه لازم نجيب كتب المدرسه كمان لازم نروح على المدرسه. ففي اشياء
اه وهي هاي الشنطة كتير حلوة منى جابتها اليوم، هاي زي للاند فاينلز. اوه كتير حلوة كمان بتطلع فيها على المول، شوفوا ما احلاها كتير حلوة. فهلا اللي ضايل نعمله انه نجيب زي المدرسة ونجيب الكتب وما ورح نجلد الكتب طبعا. فهاي الاشياء اللي ناقصة لهلا. هيك طبعا منى رتبت لكم كل الاشياء اللي جابتها اليوم من الشوبينج، هدول لمنى وهدولك لعلي. يلا احنا رح نطلب اواعي المدرسة اونلاين ونروح على المدرسة ناخدهم وراح نجيب الكتب اونلاين. واخر شي عم نشتري الملابس المدرسة، فرح ناخد كل شي اونلاين. وهلأ رح نطلب شو محتاجين ملابس. لا رايحين انا ومنى نجيب اغراض اللانش بوكس والاشياء اللي رح نحطها ب المدرسة، وبضل نروح على المدرسة ونجيب زي المدرسة. وصلنا هلا داخلين انا ومنى. لك يا منى اوريدي جبنا اغراض المدرسة، شو بدك؟ شوفوا منى مع انه اشترينا كل شيء بس لسه ما شبعت، بدها كمان اغراض. وات كامسني هتجيبي لي اياه؟ مش انا جبت لك قلم حبر؟ هذا اتس ا ديفرنت براند، بس هذا اتس. طب بتتقسميه انت وعلي. اوكي خلاص بس لانه احنا جبنا كل شيء من المول امبارح واجينا هلا نجيب من السوبر ماركت اغراض اللانش بوكس واكل. بس منى طبعا كثير بتحب تعمل شوبينج كمان، بس قلت لها انه احنا اوريدي عملنا. يا ريتنا يا منى اجينا من هون اول. شو هاي كمان؟ لا طبعا سلايم مش للمدرسة يا منى. اوكي كله والله كتير حلو، عندهم كتير اشياء. في شو في هناك؟ جلات كمان. لا يا منى خلص، لما يكون بدنا كمان بنرجع نجيب. اوريدي جبنا. نو خلص اتس انف. نو منى خلص جبنا كل شيء، هلا رايحين نجيب اغراض اللانش بوكس. يلا تعال يلا منى. في شي نسينا نجيبه؟ ورق الطابعة. خلص جبنا ورق طابعة كمان. يلا يا كيف جبنا كل الأغراض اللي محتاجينها وهلأ رح نرجع على البيت. جينا أنا ومنى على المدرسة نجيب اليونيفورم والكتب. هلأ ناخد الكتب والأواعي المدرسة هون بحطوها جنبهم. ثانك يو. فاخذنا الملابس. علي فرجيني الملابس. جينا ناخذ كل الكتب المدرسه. هاي كل ملابس المدرسه اللي طلبناها لمنى وعلي. وهلا الكتب. طلبنا البلايز وكل شيء. هاي منى. فهلا احنا جبنا كل الكتب المدرسه. يلا يا منى هاي الاكياس. واخذنا كمان زي المدرسة. طبعا لسه ما خلصنا من أغراض المدرسة. هلا منى رح تفرجيكم التابلت اللي طلبناه وصل. ما أحلى. يلا عشان المدرسة. هلا بدنا نفرجيكم الكفر. أشوف يا منى الكفر. هذا الكفر بيجي معاه سكرين بروتكتر. بجنن. وهي الساعة للرياضة. وهي تابلت المدرسة. وهيك جهزنا كل أغراض المدرسة. وكمان رح انزلكم لانش بوكس كتير حلوين بالفيديوهات الجاي. وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وعلامة الجرس لانه رح ننزل كتير اشياء حلوة بالفيديوهات الجاي. باي، بنحبكم كتير.